السلام عليكم، برحب فيكم مرة جديدة بحلقات رمضان وجبات رمضان اللي نقدم لكم اياها. وجبتنا اليوم هي كباب الهندي. مرتبطة الكباب الهندي بمعنى كباب هندي، يعني الكباب الأحمر، أو بمعنى آخر الهندي اللي هو الهندي الأحمر بشمال أمريكا. طبقنا اليوم معروف بالدول العربية ومشهور خاصة ببلاد الشام. الخطوة الأولى اللي حنعملها هي إنه نسلق البندورة مشان نقيم القشرة تبعها. طبعا هنحتاج لنصف كيلو بندورة، هنحتاج قطعة فليفلة حمراء، قطعة فليفلة خضراء، 300 جرام بصل، 300 جرام لحمة مفروم ناعمة، يعني وجهين بمعنى ناعمة، هنحتاج شي 100 جرام ثوم، الفلفل الأسود والزيت مشان نقلي البصل، والقلوبات اللي هي السنوبر، ودبس البندورة. الخطوة الأولى مثل ما حكينا هناخد البندورة نقلبها بهالطريقة هاي، نعمل لها علامة إكس. طب احنا هلا هنعرف ليش عم نعمل العلامة هاي. ونحن مجهزين مسبقا مي عم تغلي مثل ما انا شايفين، علامة إكس أو ضرب بالمعنى الصحيح. نبلش هلا نحط البندورة بالمي اللي عم تغلي لمدة دقيقتين أو 3 دقايق حسب ما نشوف القشرة تبعنا طلعت. بهالوقت هاد لبينما البندورة تستوي فينا لحنا نجهز الخلطة أو الصلصة تبع الكباب الهندي. بداية ناخد الثوم نقطعها نصفين، نبلش ناخدها نص ترانش، طبعا عيننا على البندورة اللي احنا عم نشتغل بحيث انه ما تقدرنا تصير طرية كتير. نجهز طنجرة جديدة نضيف عليها التوم، نبلش نشغل عليه النار، وهي البداية والخطوة الأولى. نضيف له زيت تقريبا 100 جرام، نجهز كفكير للتحريك، نبتدي نحرك لبينما يحمى الزيت، نقطع البصل. البصل طبعا له عدة طرق بالتقطيع، فينا ناخده بهالشكل هاد، وفينا ناخده كمان بهالشكل هاد. أحد الخيارين، عفوا، أحد الخيارين ما في مشكلة. إما هالتقطيعة هاي أو هالتقطيعة هاي، الخيارين واردين. نضيف البصل اللي قطعناه طبعا مقدار اللي بنحبه، هاي الكمية كافية. نجهز وجبتنا، نبتدي نحرك. طبعا البندورة بدها تحريك بسيط لتقطع معنا القشرة تطلع بسهولة. نقلي البصل منيح، خليه لحد يطرى معنا. نتأكد انه القشرة بلشت تصير، شايفين علامة الاكس شو عملت معنا، خلت اطراف البندورة تتأشر بشكل سهل وسلس، خلينا نقول ما تعذبنا الأحوال العادية. هاي الطريقة لقيناها لحنا
بالمطاعم افضل طريقه ممكنه مشان السرعه. لبينا ويستوي البصل فينا نحن نشيل البندوره من عمار ونطفي عليها نبتدي نشيلهم حبه حبه على مهلنا. نتركهم يبردوا شوي نتابع تحريك البصل. مثل ما انا شايفين البصل بلش يدبل معنا وياخذ هالمنظر اللين. بهالوقت هذا نحن فينا نجهز زبدية مي صغيرة في حال حرقونا ايدينا اثناء تقشير البندورة يكون وضعنا سليم وما نتعذب. نلبس جلاس. طبعا الكباب الهندي أكلة واردة طبعا وشعبية منتشرة كتير ببلادنا، مين ما كان في يساويها بيحضرها أما ببيته أو بالفرن عند محلات المعجنات أو محلات الصفائح بيجهزوها بالبيت وبيعطوها على الفرن بيشوها. الأمر وارد بكل الحالات. نجهز المي، نحن بنغطي ايدنا بالمي الباردة أول شيء، ناخذ شوية برودة ونبلش نقشر. شايفين الإكس اللي عملناه نحن بالبداية شو وفر علينا شغل، القشرة بتطلع كاملة من تحت. قطعة البندورة تقشرت تماما، ناخذ حبة تانية مثل ما أنا شايفين. خلي بالنا كل ما سخنت البندورة نغطي ايدنا بالمي الباردة. البندورة هلا صارت جاهزة. نغطي ايدنا. تقريبا الحبة الرابعة. طبعا ما بننسى البصل اللي حطيناه على النار عم نستناه ليدبل. بهالوقت نحن عم نقشر البندورة. طبعا في عدة طرق للكباب الهندي، في عالم بتحب تطبقها كلياتها سوا، نحن اليوم حنطبقها ونحط اللحمة فوقها وندخلها بالفرن قدامكم بحيث انكم تشوفوها او تشوفوها بكل مراحلها. الكباب الهندي موجود تقريبا بشكل يومي مطاعم شام جريل ومطعم ابو زاد بلندن، فيكم تروحوا تجربوا تذوقوا الطبق هذا، الطبق الشرقي المعروف. طبعا بناخذ حبة البندورة بهالشكل هذا مشان نمعس البندورة تبعنا، بنقيم القمع تبع البندورة وخلص مرحلة تقطيع بهالشكل هذا. خلي بالنا على البصلة. ابتدينا هلا نحط، فينا نضيف دبس البندورة هلا مشان يعطينا لون وطعم يخلي تظهر الأكلة تبعنا مثل ما بنقول احنا خاترة أو لونها غامق بالمعنى الثاني. حركها شوي لنكسر حموضة رب البندورة أو دبس البندورة. حرك منيح. نبلش نضيف أول قطعة بندورة عملناها مشان تعطي مي للطبق أو مي بقلب الصلصة الأولانية بحيث إنه ما تلزق معنا. تحريك بسيط. نضيف رشة ملح لحتى البندورة فورا تدوب معنا وتصير مزيج متكامل. نقطع حبة تانية. ناخذ هالشكل هاد. منقيم القمع الخارجي للبندورة. تقطيعها سهل. ما انه شلنا القشرة
خلص ما بقى شيء عنا، لانه اذا تركنا القشره بقلب الطبخه حتعطي هالمنظر هاد المفتل وحتقلق معنا بالاسنان اثناء الاكل، لذلك بنفضل انه القشره تكون خارج طبختنا نهائيا. نبلش نحرك فيها. تاخذ تقريبا حوالي 10 دقائق على النار لبينما البندوره تهدى وتخطر وتطرح المي تبعها بانتظار البندوره. بهالوقت هاد فينا نحن نحضر اللحمه. اللحمه مثل ما ذكرنا لحمه ناعمه وجهين، فينا بدايه نتبلها بالبهارات. طبعا البهارات هون حسب الرغبه، فينا نضيف اي نوع بهارات بنحبه. نبتدي بالملح مثل العادة، نحط اللحمة تبعنا بالصحن، نضيف مقدار صغير من الملح، نضيف كمان حوالي 10 جرامات زنجبيل ناعم، كمان 10 جرامات هيل ناعم، نضيف شوية فلفل أسود، طبعا شوية سنوبر. نبلش ندعك بهالطريقة هاي، صارت لحمتنا جاهزة. ناخذ مقطع صغير منها، مجرد عصارة تكون جاهزة مثل ما انا شايفين. دعكة صغيرة نعطيها علام اصابعنا بتطلع حلو بقلب الفرن، وبانتظار الصلصة. اللحمة تبعنا صارت جاهزة، هلا فينا نبلش نضيف الفليفلة فوق الصلصة اللي عملناها. طبعا هاي طريقة حلوة لتنظيف الفليفلة، مجرد ما انه نحط اصبعتنا بهالشكل هاد نقمع البزر ونقيم الرتوش اللي بتتركها بندور الفليفلة الحمراء، كمان نفس الشيء. بهالشكل هاد نتخلص من البزر. الفلفلة طبعا غنية فيتامينات سي، معروفة دائما انه غنية بنفس الوقت مفيدة. بنقطع بهالشكل هاد تقطيع روندين، نقطعون ونضبهم تحت بعض مشان ناخد المتانة مشان السكين تنزل فيهم برياحة. نبلش نضيفها لخليطنا او للصلصه تبع كباب الهندي. نحرك، طبعا هلا جاهزه انه تفوت على الفرن. نضيف فوق منها اللحمه اللي حضرناها من شوي. بنجهز طبق التقديم تبعنا، هو هذا عباره عن صحن فل او صحن معدني غذائي بنفس الوقت، بتقدم فيه وجبات وهو صحي، عبارة عن هذا الصحن اللي قابل انه يدخل الفرن وما يتفاعل مع الطعام، ودفة الخشب واقي وبتحمي الطاولة تبع التقديم تبعنا. الصلصة صارت جاهزة انه تفوت على الفرن، بنحطها بالصحن بنمدها. طبعا اللون الأحمر واضح فيها مثل ما حكينا بأول حلقة، الكباب الهندي مستوحاة من اللون الأحمر أو من الهنود الحمر موجودين في أمريكا. هو بيقولوا إنه هاد طريقة الكباب تبع هون. منضيف اللحمة هالشكل هاد لنصل لنهاية الصحن. طبعا إحنا مجهزين الفرن قبل بوقت، فينا نحمل الصحن لوحده
نتجه فيه على الفرن. الصحن صار جاهز معنا. طبعا بنعير الفرن على درجة حرارة 180. بندخل الصينية. طبعا هتاخد وقت من 20 إلى 30 دقيقة. الوجبة صارت بالفرن منتظرة. طبعا مرق هلا 30 دقيقة تقريبا. الفرن صار جاهز. نشيلنا ونخلي بالنا من حرارة الفرن. شايفين طبقنا شهي جيد. نحطه على صحن التقديم. نصل لمرحلة الديكور. طبعا صحننا كتير حلو. طبقنا كتير شهي برمضان. طبعا الواحد برمضان مثل ما بيقولوا شو ما شاف بيشتهي. حتى أنا اشتهيت هذا الطبق هلا مع إنه الدنيا صيام. فينا نضيف 3 حبات. فينا ناخذ قطعة ثانية كمان نعمل نفس الشيء. طبعا ما بننسى السنوبر هو أكيد مادة أساسية. نتمنى تكون هالطبق اليوم عجبكم. طريقة التحضير كانت تبعه كتير سهلة وسلسة، ونحن عم نحاول نقرب قد ما فينا لست البيت إنه هالطبق يكون سهل التحضير ببيتها. هذا طبق كباب هندي اليوم جهز معنا. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية. نستناكم بحلقة جديدة إن شاء الله. شكرا لمتابعتكم وعلى لقائنا بحلقة جديدة. السلام عليكم.